في هذه الإنسانة قاعد تسألني تقولي ما إيش رايك في منى شداد؟ ممثلة جيدة، وقلت لها فترة انحسرت من أدوار، الحين قاعد أشوف أنها قاعد ترد لنشاطها مرة ثانية الفني. تقولي شنو جنسيتها؟ حبيبتي كويتية، منى شداد كويتية عزمية يعني. وتقولي هل هي متزوجة أو لا؟ حبيبتي أنا مو الملاك، مو القاضي، ما ادري اذا هي متزوجه او لا. تقدرين تشين عليها في الانستغرام او في السناب، سأليها منى انت متزوجه ام لا. مريم تسالني تقولي ما ايش رايك في سوسن الهارون؟ ما لي راي فيها يعني، صار لها فتره مو قاعد تشتغل، قاعد تنزل بس سنابات وحركات وسوالف وما شنو. وهم تسالني تقولي شنو جنسيه سوسن الهارون؟ اردنيه. وهم تسألني تقول ايش رايك في الاستعراض اللي هي قاعد تسوي؟ كيفها جسمها؟ مو عاجبكم الطرح؟ لا تتابعونها، وايد افضل لكم، لان اذا الطرح انتو شايفينه ما يناسبكم او ما يناسب العادات والتقاليد لا تتابعونها، لان هذا تشجيع يصير حقها هي او غيرها اللي نزل جي فيديوهات. وتقولي ايش رايك فيها كممثلة؟ ما نجحت كممثلة، حالها حال مليون غيرها، حشو احنا نسميهم، وجودهم وغيابهم الفني واحد. قاعد تسألني تقول ايش رايك في صداقة الهام الفضالة وهي شعيبي؟ الله يهني سعيد بسعيدة، اكيد مرتاحين مع بعض، اكيد لاقين اشياء مشتركة بينهم وبين بعض، الله يوفقهم. بالعكس احنا ما نزعل لما نشوف اثنين صديقات، احنا نزعل من اثنين كانوا صديقات وتركوا بعض وقاموا يتكلمون في بعض، هذا يكون يزعل. لكن الصداقة الحقيقية أعتقد نفرح لها، سواء إن كانت إلهام وهي أو غير إلهام وهي. روح الإمارات أو شيء كذي تسألني تقول يمي اللي زين، ليش الإعلام يركز على الفنانة مريم غضبان ويخصصون لهم حلقات يوم وفاتهم؟ والله أنا لما كنت أشتغل في تلفزيون الكويت أو في إذاعة الكويت كنت أحاول أحرص على هذا الشيء، بعدين انصدمت في كلمة أحد المسؤولين قال لي إياها، قال لي يعني مي شنو فنان توفى انت يوم وفاته تسوي له حلقة ذكرى؟ شيوخ توفوا ما حد سوى لهم حلقة يوم وفاتهم. فحسيت ان الاعلام الحكومي عنده موقف في هذا الشيء، الخاص يهمل هذه الاشياء واغلبهم ما يعرفون تواريخ وفاة هؤلاء الفنانين. لكن انا عندي فكرة خلال الفترة الجاية راح احاول او اطرحها في برنامجي او من خلال سكوب، اعرض على ام عثمان السيده فجر السعيد ان اسوي برنامج ثاني اخر اتكلم عن هذول الشخصيات بالذات اللي انا التقيت فيهم وعرفتهم عن قرب. والله يرحم الفنانه الكبيره مريم غضبان، مريم غضبان من الناس اللي ساعدتني في بداياتي، كانت انسانه جدا طيبه جدا خيره، انسانه راقيه جد، رغم وزنها الثقيل جد خفيفه وراحت خفيفه، الله يرحمها. انسانه كان مجلسها طيب وعشرتها اجمل، والله ابتلاها في مرض السكر اللي أخذ بصرها لسنوات، أوكي، فأقعدها عن العمل الفني. خسرناها يعني بالفن قبل رحيلها بسنوات، الله يرحمه جميع القطبان. هي واحدة قاعدة تسألني تقول ايش رايك ما هي في مسلسل الحرباية حق هيفاء وهبي اللي شفناه في رمضان؟ انا عجبني امانة، في ما في يعني في مادة جيدة، لكن للأسف طريقة تناوله درامي، التسلسل الدرامي ما كان سليم فيه. يعني ما يصير إن هي كانت إنسانة وايد سوية عشان بس إن قتل يعني حبيبها على عن يعني عن طريق زوجها، طردتهم وما شنو، ومن ثم انقلبت وتحولت إلى عدة شخصيات شريرة تحاول تنتقم من المجتمع بأشكال مختلفة، صارت كأنها نصابة محترفة. فشوية ما استوعبت يعني، حسيت انه في خطأ في السيناريو، في خطأ في التسلسل الدرامي. في وحدة قاعد تسألني تقول ايش رايك ما في عبودك؟ والله انا اتابعه بس مو وايد يجذبني، بس وايد احترمته صراحة بالمسابقة اللي سواها مؤخرا حق تنظيف الشواطئ والبيئة، هذا الشيء يعني المفروض يشكر عليه ويثبت ان صج مشاهير السوشيال ميديا مو بس قولتهم الناس بلع فلوس واعلانات وما شو، لا في من وراهم رجع، في من وراهم فايدة للمجتمع،
في منهم فايدة البلد قواها الله.